وبعد كده بقى ابتديت خلي بالك من حاجه، هو نفس الاختصاص بس مش لازم يبقى عندي التالنت. ازاي قدرت ان انت تعرف في تالنت؟ والتالنت دي انا مش عايزه اقف عند ان انا مثلا بوصل لارقام، لا انا عايزه اوصل لارقام توصلني في الاخر ان انا بنافس على جانس. فخلينا نعرف منك. هو انا يعني بلعب كره قدم دي من زمان، حصل كده اصابه فما قدرتش اكمل في مجال الكوره، اتجهت للتدريب، وبعدين لقيت تحدي عالمي في مهاره تنطيط الكوره، فدخلت على الموقع وسجلت فيه، وما كنتش معرف حد، حتى الناس اللي جم حكموا المهاره ووقفوا معايا ما كنتش معرف اي حد ان انا هقدم في موسوعه جينيس. تعملها بقى عشان ايه يعني؟ ده عشان الحسد ولا لا؟ عشان لو ما إيه؟ لو ما نجحتش يعني بقى خلاص. اوكي الان ان انت يعني ماشي. بس الحمد لله اديك نجحت واسمك اتسجلت موسوعه الارقام القياسيه، ودي طبعا زي ما الهواند بتقول مش حاجه سهله. يعني تنطيط الكوره ايه اللي بيفرق واحد عن الثاني؟ هل عدد مرات التنطيط هي اللي بتفرق، ولا لازم انت كمان تجود بان انت تزود صعوبات معينه؟ لان احنا بنتكلم على حاجه اي حد بيحب كره قدم بيمارس كره القدم حتى ولو مش بشكل احترافي، بس في ناس ممكن تقعد ده انا تنطق. فاكر السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت في الاستوديو والله عملتها بالكعب كذا واحده. فلا فعلا السؤال ده مهم. هي المهاره دي بتبقى في خلال دقيقه بتشوف الرقم، اقصى رقم تقدر تجيبه في خلال دقيقه. الرقم العالمي السابق كان 181، الرقم الحالي بتاعي 285. طب احنا معانا فيديو يا عمر، انت جايب اي فيديو معاك؟ جايب، بعت. يا ريت نعرض كده عشان برضو الصوره تبقى واضحه لينا وللساده المشاهدين بشكل اكبر. خلال دقيقه انت بيتم العد ليك كام عده على باسفل القدم. معلش قول لنا الرقم مره ثانيه. 181 الرقم العالمي السابق. لا رقمك انت 285. 285 يعني انت مش مجرد كسرت الرقم اللي قبل منك، ده انت يعني عديته مستريح 104 فرق. اوكي ما شاء الله ما شاء الله جميل. ده التكريم على مسرح المحافظه عندنا، ومن سيد مدير شباب الرياضه وعميد كليه التربيه الرياضيه دكتور طارق صلاح اللي كانوا موجودين، واستاذ موندي مدير شباب الرياضه عندنا، ودكتور عبد العزيز. ده كان لحظه التكريم. بس انا مش عايزه التكريم يا جماعه، انا عايزه الفيديو بتاعه هو. حضروه بليز عشان برضو انا عايزه اشوف. بس خلال دقيقه طب ما تو يعني ما بتوقعش ما بتخ يعني انا برضو عايزه اتخيل. مش عارف كنت اديلي فتره كبيره بتمرن على الريكورد ده في خلال الزمن ده. يعني انت يعني اول مره كم تجربه عشان توصل للرقم ده؟ انا سجلت في شهر 6 وقلت لهم ان انا هكسر الرقم، لان هم مش هيردوا عليا على طول، بيستنوا 3 شهور على الاقل. فقلت لهم الرقم اللي هكسره يوم 10/9 ابعت لكم الفيديوهات. قالوا لي لازم يبقى في كاميرتين، ولازم يكون في 2 حكام من الاتحاد المصري، ولازم يكون في مدرب كره قدم. فاتفقت مع الناس ان انا يوم 10 في مهاره. ايوه لا دي حاجه ثانيه، دي انا بنشن على الباسكت بس. بتشوطها بال بس دي حاجه ثانيه يعني. دي بس دي حاجة على فكرة برضو ما هياش بسيطة يعني يا عمر. يا أخي أنا عمال أحسب، يعني أنت بتقول 285 تنطيطة في الدقيقة، يعني مع بعضينا كده 6 كوب، الدقيقة فيها 60 ثانية. أيوة. يعني أنت محتاج تنطق أكتر من تنطيطين في الثانية الواحدة؟ من أكتر من 4 لـ5، هو ده الفيديو، من 4 لـ5 في الثانية. إزاي؟ ده هي ثانية. ما هي مهارة الثانية بيحصل فيها حاجات غريبة كتير أوي. احنا غريبة. مش عارفين. بس مين أول واحد بعديك يا عمر؟ اللي انت كسرت رقمه السابق كان من اي بلد؟ كان لاعب اعتقد استراليا او هو ده الفيديو اصلا. بس هو طالما انا خلاص كسرت رقم بيتشال اسمه خلاص بينزل. اوكي ينزل اسمه والبلد والمحافظة. واللي بيحاول يكسر الرقم بتاعك انت لازم يستنى وقت معين؟ لا هو يبعت بس، وبس بينتظر طبعا ويشوف على الاقل 3 شهور. معلش سوري، هو ده ايه ده كده؟ انت اسمها هوت ستيبر. دي برضو تحسب من ما هي التنطيط باسفل القدم، عندي يا اما وش قدم لفوق يا اما باسفل القدم. انت عملتها كده بس ولا عملتها؟ لا عملتها بدي. بدي؟ لا دي سهله يا شيخ. حرام عليك حرام عليك، لا مش سهله طبعا. يا نهار ابيض. ده الحكم كابتن مصطفى كامل. انا افتكرت يعني بشكل تاني بوش الرجل. ما هم في كذا كذا رقم بس دي اسهلهم. لا 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 مش سهله. انا في فيديو تاني. انا بشوف، انا شايف ان هي صعبه جدا بصراحه. ده يمكن دي اصعب كمان من اللي بوش. دي اصعب، كله بينطق بالوش. تكون شربت الكوره باستك في بطن الرجل واحنا مش واخدين بالنا عمر، ما ده مش طبيعي اللي بيحصل. بكلمك بجد والله، بص من الزاويه دي. لا حاجه صعبه قوي الحقيقه. اوكي.